خلينا نروح نتابع تصريحات الشناوي ونرجع نكمل. أكيد طبعا أنا ابن من أبناء النادي الأهلي، النادي بيكون محتاجني في أي وقت أنا بكون موجود، ما أقدرش أتكلم في أكتر من كده. ودلوقتي إحنا عندنا ماتش مهم، نفكر في الماتش اللي بتاع بكرة ونفكر في الماتش. إحنا طبعا بنشتغل على كل مباراة يعني لوحدها، إحنا الفترة اللي فاتت دي بنشتغل على المباراة اللي إحنا هنلاقيها بكرة إن شاء الله. أكيد طبعا عامل لها حساب وبنشتغل عليها، بنركز في المعسكر بقالنا 4 أيام موجودين. أكيد طبعا الفرقة عامل لها حساب كويس جدا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة والفرقة كلها مركزة. وطبعا الاستقبال كان استقبال حافل جدا، الناس استقبلتنا أحسن استقبال. إحنا مش غراب عن البلد المغرب، إحنا بالنسبة لنا البلد المغرب إحنا على طول والشعب واحد، وعلى طول بيبقوا معانا وبيستقبلونا احسن استقبال، وان شاء الله يكونوا مساندين لنا بكره والبطوله يعني ان شاء الله لاخر البطوله. اكيد طبعا احنا بنتكلم الفتره اللي فاتت دي كلها مع اللعيبه اللي احنا ناخد مركز احسن من المركز اللي احنا اخدناه، بقى لنا 3 مرات بنيجي البطوله ورا بعض، دي حاجه تحسب لهم. وعايزين ان شاء الله ناخد مركز احسن من المركز اللي احنا اخدناه الثالث، عايزين ان شاء الله نوصل للنهائي، وده اللي في دماغنا ان شاء الله. بس نعدي ماتش بكره ان شاء الله على خير، وبعد كده نفكر في اللي بعديه، وبعد كده نفكر في اللي بعديه. واهم حاجه اللعيبه بنتكلم فيها هو التركيز، بس اهم حاجه التركيز في الملعب بس.